علماء من بلدي بعد قليل. من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام، عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة، بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن. وإيد على إيد نبني مصر من جديد. علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. مساء الخير على حضراتكم وأهلا بكم معنا ولقائنا الأسبوعي المتجدد دائما على شاشة قناة القاهرة وحديث العلم والعلماء وبرنامج علماء من بلدي. دائما ما بنلقي الضوء على النماذج المشرفة للمرأة المصرية اللي استطاعت بإخلاص وبدأب شديد أن تخترق العديد والعديد من المجالات وأن تصل إلى أرفع المناصب وتثبت بكفاءة جدارتها العلمية ومكانتها في المجتمع. المرأة دائما بنقول أنها تاريخ كفاح إثبات للذات. ضيفتنا اليوم شغفت بالعلم والحياة، بدأت النبوغ والتفوق منذ التحاقها بمدرسة الراهبات بمحافظة الإسماعيلية لتتمكن وبجدارة أن تكون الأولى على محافظة الإسماعيلية في مرحلتي الابتدائية والإعدادية، وتستمر بالتفوق وتتمكن أن تكون ضمن أوائل الجمهورية بالمرحلة الثانوية لتلتحق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، معلنة عن بدء مرحلة جديدة ورحلة علمية بحثية حافلة بالإنجازات. بنتعرف عنها وعن قرب، ولقائنا معكم ومع الأستاذ الدكتور مهندس نهى سمير دنيا، أستاذ الهيدروليك البيئية قسم العلوم الهندسية، عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، استشاري الرصد البيئي للمنشآت الصناعية المعتمدة من وزارة البيئة منذ 2018 وإلى 2023، خبيرة النمذجة البيئية الموارد البيئية والبحيرات هيئة الاستشعار عن البعد سابقا، الحصيلة على تكريم جامعة عين شمس في عيد العلم لأفضل رسالة دكتوراه معهد الدراسات والبحوث البيئية لعام 2002. سعيدة بوجود حضرتك معنا النهاردة وتشريفك لينا في استوديو علماء من بلدي وانضمامك إلى منظومة علماء من بلدي وحديث يمكن يعني كلنا بننتظره من بروفيسور مهندس نهى سمير. أهلا بك. أهلا بك. في البداية عايزة أتكلم مع حضرتك عن العوامل البيئية والأسرية اللي كونت هذا النموذج وهذه الشخصية العلمية اللي ليها أبعاد كتيرة جدا، ويمكن لو احتاجنا ان احنا نتكلم بس عن التكوين الشخصية والأثر العلمي الخاص بها هنحتاج ان احنا يعني أكتر من دقائق. بالضبط. هي طبعا البداية ان الأسرة والعيلة، يعني أنا والدي بصراحة كان هو الأساس في نجاحي في كل الفترة السابقة، يعني لغاية دلوقتي بصراحة بيشجعني جدا في أي دراسة في أي بحث بعمله، دايما ورايا، دايما تشجيع مستمر دؤوب جدا إن أنا أتفوق، وده فعلا عامل كتير على الأسرة. يعني أنا بقول التفوق بتاع البنت مخصوص في مصر، وطبعا إحنا في عهد يعني سعيد جدا للمرأة المصرية وفضل تشجيع ويعني مساندة رئيس الجمهورية، فبصراحة يعني إحنا في عهد يعني ما كانش موجود من قبل. لاحظتي بالفعل ولمستي إن المرأة المصرية في هذا العصر تمكنت من أشياء كثيرة واستطاعت أنها تصل إلى أماكن ربما لم تكن متاحة من قبل لها. بالضبط بالضبط. أنا طبعا أيام يعني في الفترة السابقة كان في تحدي جامد جدا للفتاة المصرية، ولولا تشجيع الأسرة وتشجيع الأب وخاصة للفتاة ما كانش وصلت للي أنا فيه يعني. فالأسرة ليها عامل قوي جدا. دلوقتي الفرصة بتبقى أسهل، وخصوصا الدولة كلها بتساند المرأة في كل المناصب. هي المجرد
مجرد الفرق مش انها مرأة ورجل، الفرق بين الكفاءة بتاعة المرأة وكفاءة الرجل، هو ده المقياس للاختيار في أي موقع وأي منصب، بالظبط، وده كويس. محاولة إثبات الذات. بالظبط بالظبط، هو ده القدرة والكفاءة، هي العامل الوحيد، لكن التفرقة إن دي مرأة أو دي رجل مش موجودة حاليا، ودي فرصة سانحة جدا لأي فتاة إنها فعلا توصل اللي هي عايزاه والتفوق في مساندة الدولة كلها ليها. صحيح، يعني واضح جدا ان النبوغ والتفوق كان من سمات الشخصية الخاصة بحضرتك، واللي يمكن يعني اللي كان بيدعمها وبيشجع يعني على هذا النبوغ ويكون دائما يعني في حافز ليكم الأسرة ومساندة الوالد. بالضبط. لقب الطالبة المثالية وتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف والترتيب السادس على الدفعة في مرحلة البكالوريوس في الهندسة الكهربية قسم الحاسبات وتحكم آلي دفعة 93 والتحول إلى دراسة البيئة. أولى محطات هذه المرحلة والدراسة بهولندا، منحة كاملة من الحكومة الهولندية للحصول على دبلوم الإدارة البيئية والماجستير في تحليل ورصد الأنظمة البيئية معهد علوم الأرض والفضاء. السؤال هنا لبروفيسير نهى سمير، اختلاف الثقافات والتحديات يعني في هذه المرحلة، وطبعا يعني طبيعة البيئة، حضرتك من بيئة شرقية مصرية، طبعا يعني فتاة مصرية عربية إفريقية بتنتقل إلى دولة أخرى بعادات وبثقافات وبلغة مختلفة، ربما كانت هناك الكثير من التحديات التي واجهتكم. بالضبط، أنا لما اتخرجت من الكلية قدمت على المنحة وكانت فعلا تحدي رهيب، كان يعني احنا في وسط 100 يعني متقدم للحصول على المنحه، والحمد لله انا اجتزت كل الاختبارات وخدت المنحه كفتاه من مصر تروح هناك، وكنت اول تقريبا الفتاه الوحيده المحجبه في والمسلمه داخل الجامعه، والحمد لله اثبتت نفسي واثبتت قد ايه يعني فتاه مصريه ممكن كمان تخوض في مجال صعب، مجال الهندسه مع البيئه، وكان لسه بادين في العالم كله الاهتمام بيه. وطبعا احنا كنا سباقين في جامعه عين شمس، عندنا معهد الدراسات العليا والبحوث البيئيه، كان مهتم جدا بالبيئه من 40 سنه، وكان سباق، وكان هناك يعني الاوروبيين يعني كانوا مندهشين ان مصر منذ ذلك الحين مهتميه وعندها معهد خاص بالدراسات البيئيه. عشان كده دايما بقول ان احنا في مصر سباقين في مجال البيئه ومجال التغير المناخي في كل عن كل دول العالم، احنا من 40 سنه عندنا اول معهد في الشرق الاوسط مهتمين بيه، واول معهد في الشرق الاوسط المنطقه العربيه عامه مهتم بالدراسات البيئيه. دخول حضرتك يعني من الأساس كلية الهندسة، يعني يمكن كلية الهندسة من الكليات الصعبة جدا اللي محتاجة جهد كبير جدا، ويعني عايزة شغل، يعني كلية عملية وبرضو فيها جزء وجانب كبير جدا نظري، محتاجة لمجهود بنياني يعني بالإضافة إلى التركيز، والعقلية بتكون مختلفة، ونسبة الذكاء يعني بتكون برضو مختلفة مقارنة بأي طالب آخر. دخلتي كلية يعني واخترتيها بناء عن رغبة من حضرتك، ولا الأسرة برضو هي اللي وجهتك انك انت تلتحقي بكلية الهندسة؟ لا، انا كان عندي رغبة وحلم ان انا التحق بكلية الهندسة واطلع، وكنت مصبرة جدا ان انا لازم يعني احقق الهدف اللي انا عايزاه، وبالإضافة طبعا ان والدي اصلا يعني مهندس يعني كبير جدا في هيئة قناة السويس، كان فكان مشجعني دايما جدا على، وكان بيحببني في المجال قوي، يعني والدي ده اثر برضو كبير جدا، يعني 50% من حبي للهندسة من والدي، و50% انا كان عندي استعداد وكنت حابة المهنة نفسها، وكنت عايزة، انا كنت عايشه في اسماعيليه، كنت عايزه اروح القاهره واخد التجربه، وكانت مهمه يعني انا عايزه اقضيها واحقق هدفي باي شكل واستحمل كل الصعاب واتحملها في سبيل تحقيق هذا الهدف، فالحمد لله الحمد لله ان انا حققت. كان رغبه من حضرتك انك تلتحقي بكليه الهندسه نتيجه يعني لتاثرك بالوالد، وان هو يعني النموذج ليا فعلا، قدوه المثالي او القدوه الجميله ليكي، فحبيتي انك انت تنتهجي نفس النهج الخاصه بيه، رغم ان كليه الهندسه من الكليات الصعبه جدا، وكنت عايزه اثبت فعلا ان البنات يعني بالظبط، وده طبعا يعني برضو من الاشياء اللي كان فيها تحدي بالنسبة لحضرتك لإثبات الذات، واستطعتي بالفعل أنك أنت تثبتي ذاتك وتثبتي قد إيه الفتاة المصرية قادرة على
خوض كافة المجالات مهما كانت مهما صعوبتها. كان الصعب الطريق ما كانش سهل ابدا، طريق صعب بالتأكيد. وفي كتير من الاحباطات في النص، بس الواحد لازم يكون ده بقى كل فتاه مصريه وكل يعني عالمه وكل باحثه انها تصابر ويبقى عندها المصابره والصبر، وانها دايما يعني تقوم من اي كبوه تعرض ليها وتستمر عشان تحقيق هدفها. يعني بالتأكيد. لان في الاخر لما تحققي هدفك انت بتحسي قد ايه انت سعيده انك وصلتي للي انت عايزاه، فبيبقى سعاده لا توصف يعني. وبالتالي هو لازم تستحمل وتصبر، ومفيش حاجه سهله، كله بالجهد المستمر يعني. طبعا، بس يعني لابد ان يكون في تحقيق للهدف. عشان بالظبط اوصل لهدفي لابد ان يكون في نقاط معينه وفي خطه يعني موضوعه بحاول ان انا اسعى واجتهد واصل اليها. لو اتكلمنا مع حضراتكم في يعني ملمح سريع عن السيره الذاتيه الخاصه بضيفتنا وضيفتكم اليوم، الاستاذ الدكتور مهندس بروفيسور نهى سمير دنيا، استاذ الهيدروليك البيئيه قسم العلوم الهندسيه، بنقول ان توج الجهد المتواصل والعمل المتفاني لها بالحصول على درجه الدكتوراه في الهندسه البيئيه بجامعه عين شمس، و تدرجت في المناصب حتى تصل إلى درجة الأستاذية في الهيدروليك البيئية في 2013 بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، وبرصيد يصل إلى 90 بحث وخمس مؤلفات تم تكريمها من المنظمة العالمية انتك اوبن ماتريكس عن معامل التأثير لفصل الكتاب المعنون إدارة نوعية المياه للبحيرات، والذي قامت بتأليفه وكيفية تأثيره عالميا على الباحثين، بجانب تكريمها بالحصول على جائزة أفضل بحث من خلال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه في 2018، والذي عقد بشرم الشيخ بمدينة السلام. البروفيسور نهى سمير دنيا، مرحلة البحوث والمؤلفات الخاصة بحضرتك وأهميتها في دعم البحث العلمي بالنسبة للباحث، والقضايا البحثية اللي ارتبطت بالإعداد والدراسة والأبحاث البيئية الخاصة بكم، وخاصة أن هناك العديد من المشاريع القومية اللي كانت بتتعلق بالأبحاث اللي حضرتك قمتي بيها. تمام، هي القضايا البيئيه مهمه جدا، وكان نادرا في الوقت ده ان حد يهتم بالقضايا البيئيه، فانا اخترت الطريق ده لمساعده الدوله متخذ القرار ازاي انا اساعد في مجال خصوصا تلوث المياه واداره الموارد المائيه في مصر. ده ملف هام جدا في مصر، من بالتأكيد. اولويات الدوله الحفاظ على الموارد المياه اللي موجود عندنا، سواء كانت من النوعيه او من الكميه الخاصه بهذا الموارد. فكان عندي ابحاث كتير، خاصه الشابتر اللي هو اتكرمت دوليا بيه، ان هو خاصه بالبحيرات الشماليه، وازاي انا احافظ عليها وازاي انا احافظ على نوعيتها وارجعها تاني. وده طبعا يعني كان ملف اهتم بيه معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمل اعاده بحيرات البحيرات شماليه. الشماليه. فده انا اشتغلت فيه، وكنت اخترت كمان من دراستي كنمذجه ازاي انا اتنبأ في المستقبل واساعد متخذ القرار ان هو ياخد القرار المناسب للبحيرات الشماليه، وازاي انا استعيدها لحياتها التوازن البيئي الطبيعي اللي موجود فيها واستفيد منها. دي الثروه السمكيه كلها مننا في مصر جايه من البحيرات الشماليه، فلازم اعيد توازن بيئي خاص بيها. كيفيه اعاده التوازن البيئي في البحيرات الشماليه، وخاصه كما ذكرتم ان يعني الثروه السمكيه بنسبه كبيره جدا في هذه البحيرات بالنسبه بالزبط. لمصر. هي دلوقتي اهم حاجه اعاده نوعيه المياه للستاندرد العالمي اللي موجود داخل البحيرات، اوقف الصرف الزراعي والصرف الصحي على هذه البحيرات، اعمل تكريك للبحيرات لازاله كل الملوثات من القاع بتاع البحيره، اشوف قد ايه في مصدر مثلا للمياه العذبه داخل البحيره، للمساعده على زياده منسوب المياه داخل البحيره. في اجراءات كتير قوي، سيناريوهات، ودي معموله بالنمذجه بطرق النمذجه المختلفه للتنبؤ في المستقبل انهي نموذج يقدر ياخده متخذ القرار ويساعد على اعاده التوازن البيئي داخل هذه البحيره. يمكن البعض يعني بعيد عن المجال او عن التخصص الخاص بكم يتساءل يعني ايه معنى النمذجه؟
او ايه المقصود بالنمذجه؟ هي بالظبط انا بحاول احل المشكله اتنبأ بيها في المستقبل، يعني اعمل سيناريوهات غير الواقع ان انا بس احطها على احطها ما ده فكر متقدم وجديد جدا. احنا كده بنفكر خارج الصندوق بالظبط، يعني انا لما اتنبأ مستقبليا يعني بحدوث مشكله ما في جزئيه معينه واجد لها الحلول واساعد متخذ القرار بقى، وانا اشوف الدراسه دي اقتصاديه وفنيه قد ايه واختار احسن الخيارات اللي عندي لمساعده متخذ القرار، فده هتساعده جدا في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وده في ظاهره التغير المناخي، يعني في نماذج رياضيه للتنبؤ بالتغيرات المناخيه، ونقدر نعرف درجه الحراره ترتفع قد ايه بعد 100 سنه بعد 200 سنه، ايه اللي هيحصل في الامطار كميتها إيه؟ فدي نماذج رياضيه في العالم كله وكله بيشتغل بيها بالنماذج الرياضيه، وبالتالي انا اخترت طريق صعب، اخترت مجال صعب جدا قليل وقليل الناس اللي اشتغلوا فيه، لكن مهم جدا للدوله ومهم جدا للتنبؤ، مهم جدا في التوقيت الحالي بالزبط. وفي الانتقال او في التحول الى يعني الجمهوريه الجديده اللي احنا بنراها حاليا، مهم جدا ايضا في التحول الرقمي وعصر الرقمنه اللي احنا بالظبط يعني كلها باستخدام تقنيات الحاسب الالي بالذكاء الاصطناعي بالظبط، فكلها بتعتمد على كده، ودي موجوده في العالم، واحنا المفروض في مصر ندخل في هذا المجال بشده لمساعدتنا فعلا الفتره القادمه دي. بالنسبه للتغيرات المناخيه بما ان حضرتك ذكرتيه، وطبعا يعني جانب كبير او كل التخصص الخاص بكم يعني له علاقة بهذا بالزبط. الأمر أو بيصب في هذا الأمر. إحنا طبعا يعني مصر بتستعد حاليا لانعقاد مؤتمر كبير جدا ومؤتمر هام خاص بالتغيرات المناخية، هيعقد في نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام بحضور عدد كبير جدا من الدول وممثلي كبريات الدول. دوركم من الناحية العلمية في هذا الأمر والتوصيات اللي بتتم، وخاصة أن في جهات كتيرة جدا وعلماء وباحثين اشتغلوا على هذا المؤتمر والتحضير والتجهيز ليه. أهم حاجة في المؤتمر إزاي نبرز المشاكل الخاصة بالتغير المناخي وإزاي تأثيرها على مصر، نبرزها بطريقة علمية وبطريقة بحث علمي، يعني بأرقام وبنتائج خاصة بهذه الأبحاث، سواء كانت ارتفاع منسوب سطح البحر، إيه الأماكن اللي ممكن تغرق في الدلتا، إيه الأماكن اللي ممكن تغرق في مدينة اسكندرية في المناطق الجديدة، إيه التأثيرات على المشروعات القومية الجديدة، إحنا إزاي ممكن نخسر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، ده لازم نوريها ونوريها لكل الناس اللي موجودين في المؤتمر بطرق علمية حديثة وبحث علمي جاد، إزاي نقص الموارد المائية هتأثر علينا، سواء كانت نقص الأمطار الموجودة في هضبة أثيوبيا، إزاي هتأثر على منسوب المياه في بحيرة ناصر، ايه احنا استخداماتنا في الموارد المائية النقص فيها الفترة القادمة، ده برضو يعني ملفين مهمين جدا، ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير على كمية الموارد المائية اللي موجودة في مصر، فاحنا لازم دي دورنا كبحث علمي نشتغل في هذه المجالات، نعمل دورنا في الهيدروجين الأخضر، في ازاي هو نقدر نجيب تدوير المخلفات العضوية لإنتاج البيوجاز، في حاجات كتير جدا احنا المفروض اللي احنا نشتغل فيها قبل كوب 27 ونعرض هذه النتائج وهذه الابحاث العلميه على الناس في كوب 27 ونشوف قد ايه مصر متاثره، لان هي الدول المتقدمه هي الاساس في ظاهره التغير المناخي وانبعاثات الغازات الدفيئه نتيجه التقدم الصناعي فيها. وبالتالي فاحنا لازم نبرز هذه التاثيرات على مصر وعلى دول افريقيا، احنا صوت مصر، احنا صوت افريقيا في المؤتمر، وبالتالي لما نبرزها بدراسات بحثيه سليمه هنقدر نشوف ايه طرق التكيف فيها، ايه طرق التخفيف، وازاي مصر محتاجه قد ايه موارد ماليه علشان من الدول المتقدمه عشان تعوض وتبتدي ان هي تعمل مشاريع تحسن من الـ 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 من الاجراءات التكيف والتخفيف داخل مصر. او خاصه يعني زي ما حضرتك ذكرتي ان الدول الصناعيه الكبرى والتاثيرات على البيئه ليها دور كبير جدا في اثار سلبيه على الدول الناميه والدول الاقل اقتصاديا وربما في مؤتمرات كثيره كان هناك توصيات والزام لتلك الدول ولكن لم تلتزم يعني. بس انا متفائله جدا ان شاء الله في مؤتمر المناخ 27 يحصل فعلا التزام من هذه الدول، لان احنا فعلا مستعدين جدا ومصر عامله مجهود جامده جدا في هذا المجال، وبالتالي ممكن تبتدي بالدراسات والابحاث العلميه في الجامعات المختلفه ابراز هذه الاضرار الناتجه من ظاهره التغير المناخي وازاي هي الدول المتقدمه ممكن تعوض الدول الناميه في هذا المجال.
في الحقيقة يعني مصر قايمة بدور كبير جدا، وربما يعني هذا الدور كان محط يعني اهتمام من جانب الدول الكبرى زي دولة بحجم يعني ألمانيا، ودعوتها للقيادة ولمصر لمشاركة في مؤتمر بطرس بورج عن بالظبط. المناخ، فده تقديرا للدور اللي بتقوم بيه مصر والدور اللي بتقوم بيه القيادة في ظل هذا الأمر. عايزه ارجع للابحاث الخاصه بالبروفيسور نهى سمير، وكنا اتكلمنا سريعا عن البحث الخاص بحضرتك واللي يمكن حصلتم على تكريم من خلاله، وهو اعاده تاهيل البحيرات الشماليه. هناك ايضا التقييم البيئي لمحطات الصرف الصحي، وده من الابحاث الهامه جدا بالنسبه لينا وخاصه في هذا التوقيت. ايضا نمذجه المياه الحضريه بمحافظه الاسكندريه، اتكلم معاك عنهم. هو طبعا التقييم البيئي مهم جدا، وده من صميم دراستي انا كمان كاستشاري في وزاره البيئه خاصه برصد المنشات الصناعيه، وبالتالي ده دورنا ازاي نروح لكل المنشات الصناعيه المصانع، هي ازاي مساهمه في البصمه الكربونيه او مساهمه في الانبعاثات الغازيه، وازاي احنا نخلي كل مصنع متوافق بيئيا بحيث ما يلوث البيئه اللي حواليه، سواء كانت ميه تربه هواء الانبعاثات اللي موجوده منه، ازاي نساعد هذه المصانع عشان تبقى هي متوافقه بيئيا والحفاظ على البيئه في المنطقه المحيطه بهذا المصنع وهذه المؤسسه. وبالتالي ده كان شغل طبعا منها محطات الصرف الصحي والتأثيرات البيئية ليها، ودلوقتي القانون 494 البيئة هو بيشترط ان كل مؤسسة او كل شركة او كل مصنع تعمل دراسة بيئية قبل إقامة المشروع. وبالتالي ده كان جزء كبير من ابحاثي، ازاي احنا نعمل دراسة تقييم بيئي، ازاي النتائج بتاعتها يعني، فكان جزء برضو من ابحاثي في هذا المجال. الرصد البيئي وإدارة نظم الحماية البيئية والاشتراطات الفنية والإجراءات المتعلقة بمفاهيم الأمن والصحة والسلامة المهنية والبيئية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ل 2030. رؤية مصر 2030 محتوية على كل تقريبا 8 نقاط هما للحفاظ على البيئة، سواء كانت إدارة المخلفات اللي موجودة، ترشيد استهلاك المياه، ترشيد استهلاك الطاقة، الطاقة الجديدة المتجددة، الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي. فاحنا اشتغلنا في هذا في كثير من الأبحاث مع يعني خبراء آخرين معايا مشتركين، وبدأنا نشتغل على ازاي احنا نحافظ على البيئة في مصر، وازاي نرفع الوعي البيئي لكل المواطن المصري في هذه المجالات. وهي دراسات بيئيه متكامله في المجالات اللي بتخدم رؤيه مصر 2030. عندنا حتى في الكليه بنشترط في اي تسجيل طالب معايا مثلا ماجستير او دكتوراه، هو بيختار انهي مجال من رؤيه مصر 2030 ومن اهداف التنميه المستدامه 17 البحث بيخدمه. احنا جهه، انا كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه، جهه تطبيقيه اكتر، تطبيق العلم. احنا مش مجرد بنعمل علم بنحطه في المكتبه بس فقط، احنا عايزين نطبقه نخدم بيه اتجاهات الدوله المختلفه، يكون في استفاده واستراتيجيه الدوله بالظبط. وبالتالي الطالب بيشتغل في حاجه تخدم رؤية مصر 2030 وتخدم الأهداف بتاعة التنمية المستدامة، ومعاه شريك صناعي أو شريك من مؤسسة أو شريك من وزارات، بحيث نحل مشكلة فعلا بيتعرض بيها وتساعد الدولة على حلها. يعني عايزة أتكلم برضو عن البصمة الكربونية وأهميتها ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة أن يعني حضرتك قمتم بحساب البصمة الكربونية بجامعة عين شمس، ودي أول جامعة حكومية تصنف صديقة للبيئة. تمام. احنا خدنا طبعا مركز متقدم جدا في مسابقة عالمية للجرين ماتريكس، المركز الثامن على مستوى افريقيا، وكنا حسبنا البصمة الكربونية للجامعة، وكانت أول جامعة مصرية تحسبها، ازاي أنا بستهلك قد إيه، بستهلك مية قد إيه، بستهلك طاقة داخل الجامعة، النقل وازاي هو برضه بيطلع مخلفات قد إيه داخل الجامعة، حسبناها وعملنا بصمة كربونية لينا، وطلعنا احنا يعني في الحاجة متوسطة بالنسبة للجامعات في الدول العالم يعني. فدي كانت اول حاجه، وانا انادي كل الجامعات انها تحسب البصمه الكربونيه، مش الجامعات بس، المؤسسات والمصانع. نفسي كده اعمل فكره يعني زي التعداد بتاع السكان اللي بيطلع على الاحصاء، فانا ممكن اعمل كمان شاشه لكل مصنع او كل مؤسسه يطلع عليها البصمه، البصمه الكربونيه بتاعتها، وازاي هي دي الاساس. البصمه الكربونيه للدوله هي بتدل بالظبط على قد ايه في انبعاثات كربونيه بتنتجها هذه الدوله.
وبالتالي ده كل مصنع ودي مكافآت ودي حوافز كحافز ودي للمصنع مسابقة أحسن ملتزم, ملتزم وأقل المعايير. واحد له بصمة كربونية وإن هو متوافق بيئيا وإن هو صفر لغاية ما أوصل لصفر الكربون. يعني أنا ممكن إن أنا أحط يعني ده وكمان ممكن أعمل ضريبة كربونية على المصانع اللي هي غير ملتزمة غير ملتزمة بيئيا. يبقى أنا كده أقدر أزودها وأعمل قانون. وعندنا والله اقتراح, يعني عندنا اقتراح بقانون للضريبة زي ما عملتيها في الجامعة وصنفت إن هي أول جامعة لديها البصمة الكربونية ريحة. إن حضرتك تعمميها في المصانع وتطبقيها بالظبط. إحنا عملنا بروتوكول مع اتحاد الصناعات وإن شاء الله نعمل للمصانع بصمة كربونية خاصة بيها, وده مهم جدا في أي حاجة حتى في الدولة. إن أنا إزاي أنا دلوقتي بقيس الدولة بتاخد منح من الخارج أو كده بقد إيه هي بصمتها الكربونية, إيه مساهمتها في الكربون وقد إيه, وبالتالي لازم أنا يعني المبادرة دي بنادي بيها بصراحة. يعني سواء كان قانون ضريبة الكربون أو المحفزات للمؤسسات اللي هي صفرية الكربون وحسابات البصمة الكربونية. يعني هذا الأمر له تعلق يعني أو له ارتباط بوحدة التحول الأخضر الخاصة بكم دكتور نهى؟ طبعا احنا حاولنا برضو كدراسة تطبيقية داخل الكلية مش مجرد نظري, انا بشرح للطالب ازاي استخدم طاقة شمسية, طاقة رياح, ازاي اعمل تدوير المخلفات كلها, ازاي المايه البلاستيك دي تتحول الى فايبر في الاخر, الورق بتاع الجامعة ده كله كام طن, مليون طن في السنة للجامعة, طب ازاي انا احوله الى منتجات. يبقى انا كده بغير الفكر, وده احنا ندعم مبادرة التحضر الاخضر في فخامة الرئيس, لاننا المبادرة فيها نقاط احنا حاولنا نخليها نموذج تطبيقي. اي واحد عايز يفهم المبادرة بيجي عندنا يشوف ازاي النموذج التطبيقي. في عندنا وحدة طاقة شمسية, وحدة طاقة رياح, الطالب بيشحن موبايله عن طريق من الوحدة, الصبح من الطاقة الشمسية, بالليل من طاقة الرياح, عندنا كان بوكس بيجمع المخلفات البلاستيكية والكنز, وبندخل بيشوف ريسايكل. الطلبة بيجوا يشتغلوا معانا شايفين ازاي التدوير وإعادة استخدام الورق بتاع الجامعة كله بيجي لنا بنعمله إعادة تدوير. يعني كان عندنا مشكلة, يعني احنا بنعاني من المخلفات وعدم استغلالها وتراكمها في بعض الأماكن وبتكلف الدولة وبتكلف الحكومة ان هي يعني عملية نقلها من مكان الى اخر. بالظبط. فاحنا المفروض ان احنا يعني بالنموذج ده التطبيقي سواء لكل الشباب, للطلاب, للمرأة المعيلة ممكن تستخدمها. عندنا واحدة زراعة اسطح, واحدة هيدروبوريك واكوا بوريك, ده ممكن ب 5000 جنيه 6000 جنيه تجيب لها عائد لاحتياجات الخاصة. الفتيات جينا ضربناهم في الوحدة, هو بيشوف يعني انا دايما مع النموذج المشروعات الصغيرة. بالظبط. احنا بنشوف النموذج ده مع بعض, يعني كنموذج تطبيقي بقتنع جدا بالمبادرة وببتدي ان انا اشتغل عليها, وفعلا متطوعين جديدين كتير معانا في وحدة التحول الاخضر. فدي اول وحدة على مستوى الجامعات المصرية اتعملت خاصة تدعو مبادرة التحول الاخضر لفخامة الرئيس. يعني في الحقيقة حضرتك نموذج مشرف للمرأة المصرية, عملتي أبحاث كتيرة جدا كان الهدف والأساس منها خدمة القضايا المجتمعية الخاصة بمصر, إيجاد حلول ليها ومشاركة دائما ومحاولة انك انت تشاركي في احداث التنمية المستدامة ل2030, مش مجرد بحث علشان نحصل على ترقي او يوضع في الادراج. فانا طبعا يعني بشكر حضرتك يعني على هذا الجهد ومسيرة علمية حافلة, منتظرين اكثر واكثر منكم في هذا المجال وفي هذا التخصص الهام اللي احنا محتاجينه في هذا التوقيت لإيجاد حلول كثيرة والتنبؤ بإيجاد حلول كثيرة لعدد من القضايا. عايزة برضو أشكرك على البرنامج التدريبي لسفراء المناخ. احنا اتكلمنا عن التغيرات المناخية وعن المبادرة ومبادرة مليون شاب متطوع للتكييف المناخي. بشكر حضرتك على هذه المبادرة, واسمح لنا في نهاية الأمر ان احنا نتقدم بإهداء من أسرة البرنامج شكرا. وهو علم مصر, وده أغلى طبعا. يعني شيء على قلوب كل المصريين. شكرا جزيلا. وفعلا انا بحاول من خلال موقعي يعني كعميده لكليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه ان انا يعني اساعد الدوله باي جهد
كل جهد من خلال الطلاب وخلال الجامعة للوصول فعلا إلى مراكز متقدمة جدا، ومصر دايما في أعلى المراكز. تحيا مصر. تحيا مصر وتحيا علمائها وأبنائها المخلصين. بشكر الأستاذ الدكتور مهندس بروفيسور نهى سمير، أستاذ الهيدروليك البيئية قسم العلوم الهندسية عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس. حضرتك شرفتينا، مزيد من النجاحات والتقدم لكم دائما. بشكر حضراتكم على المتابعة، وإن شاء الله بلقاكم في الأسبوع القادم مع عالم جديد ينضم إلى أسرة علماء من بلدي. قبل ما أترككم بحب أن أشكر كل زملائي اللي تعاونوا معايا لتقديم هذا اللقاء وهذه الحلقة المتميزة. كل الشكر للزملاء بالاستوديو، وائل حسن مخرج التنفيذ، أحمد عبد المنعم مونتاج إلكتروني، أسامة فوزي هندسة صوتية، رضا صادق كتابة إلكترونية، ياسر بهجت، وأحمد عكاشة سيلفر. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر كمان مدير التصوير والإضاءة شريف عبد المقصود، ومخرجة ومعيدة البرنامج الزميلة عبير الحلبي. شكرا لحضراتكم. رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن. علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي. موعدكم الثلاثاء على شاشة القاهرة.